يسعد اوقاتكم. رح جرب انا وياكم اليوم غواكامولي او صلصه الافوكا. رح نعملها سوا بطريقه شوي عربيه. نحن بحاجه لافوكا مهروس، خيار مقطع، بصل اخضر، فليفله حمراء مقطعه، بندوره مقطعه، كبيس كورنيشو مقطع، اما صلصه الكواكامولي عصير حامض، زيت زيتون، رشه بهار ابيض، رشه هيل، ورشه ملح. فينا نستعمل دب الافوكا مع سندويشات الفاهيتا او الدجاج، او نستعملهم مع التورتيا مثل ما بدي اقدمهم هلا. رمضان كريم.